السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا متابعي قناة الأرباح في طريقة جديدة لربح الإنترنت. درس اليوم إخواني هو عبارة عن كورس حصري وأيضا لم يشرح في المحتوى العربي. سأشارك معك طريقة لتحقيق $1000 شهريا ببساطة للمبتدئين بدون أي خبرة. هذا الكورس لن تجد له شرح في المحتوى العربي، فقط تابعنا وأيضا ادعمنا على بالاشتراك في القناة إن كنت جديد، أيضا لايك إذا أعجبك هذا الفيديو، وأيضا تعليقات أنا سأجيب عليها إن شاء الله في وقت الفراغ. فأنا مشغول الآن بإنشاء بعض المواقع لبعض المتابعين، فنحن نقدم خدمة إنشاء مواقع احترافية للربح بطرق كثيرة سواء من أدسنس أو من الأفيليات. هنا سنقوم بالتطرق للكورس وسنقوم بشرح كذا طريقة للربح من اليوتيوب ببساطة. تابع معي هذا الشرح. الجميع يتساءل كيف سنربح من اليوتيوب وبالضبط من المحتوى الأجنبي بدون معرفة اللغة الإنجليزية أو تحدث اللغة الإنجليزية. هنا يدخل سر هذه الاستراتيجية. سنشرح موقع حصري كيف سنربح منه وكل شيء. أول شيء سندخل مباشرة في صلب الموضوع. ستوجه إلى جوجل وتبحث على الشيء الذي تريده. مثلا نحن اخترنا lose weight exercise. تستطيع اختيار احد المقالات هنا. ستجد الكثير من المقالات. تستطيع اخذ مثلا مقالة، هذه المقالة مثلا هكذا، فتحها هنا هنا اوفرير. جيد، تنتظر إلى أن يتم فتح المقالة. ستجد أنها مقالة من موقع تحصل على زيارات وأيضا موقع احترافي وصادق 100%، لأنه موقع عالمي أكثر من 239 ألف شخص يتابع هذا الموقع. وبالتالي ستكون الاستراتيجيات الخاصة بإنقاص الوزن في هذا الموقع معترفة به أو مجربة وصادقة 100%. هنا الموقع يقدم لك مثلا أفضل تمارين إنقاص الوزن. نحن نحتاج لأخذ هذا العنوان كما تشاهدون هنا ووضع محتوى يخص بنا عن طريق تحدث أو شرح هذا الموقع. فالكثير من الأشخاص لم يحالفهم الحظ لقراءة هذه المقالة. أيضا أكثرية الأشخاص يميلون إلى موقع اليوتيوب أو التطبيق الحرفي للفيديوهات، لذا عندما يكون الفيديو فيه هذه الاستراتيجية فستجد الكثير من الأشخاص يتفاعلون مع هذه الاستراتيجية كما تشاهدون. جيد، أو مع هذه الطرق التي ستضعها أنت في فيديو. أول شيء لإنشاء فيديو مثل هذه الفيديوهات سنحتاج فقط شخص يتكلم اللغة الإنجليزية بطلاقة. وهنا سنعمل بالموقع الذي سنشرحه الآن، موقع يقوم بوضع هذه الخدمة مجانا. تستطيع أخذ هذا السكريبت أو هذه المقالة، أخذ الأشياء التي تستطيع أن تقوم بوضعها أو تشرحها، وليس نسخ كل شيء. يجب عليك مراعاة أنك تستطيع وضع مثلا الخلاصة والعنوان فقط وبعض الشرح للعنوان. جيد، هنا الآن سنقوم بالتوجه مباشرة بدون إطالة عليكم. سنقوم بالتوجه إلى هذا الموقع الاحترافي لأنه سيمكنك من التعديل للفيديو، سكرين ريكوردينج وترانسكريبشن وأيضا البودكاستينج. وأيضا الترانسكريبشن إخواني هي تحويل الكلام إلى مقطع صوتي احترافي. ليس هذا فقط، وإن شاء الله في الفيديو القادم سأشرح لكم على هذا الموقع كيف تحول صوتك إلى صوت في اللغة الإنجليزية وتضعه في هذا الموقع وتعمل عليه. فالموقع عندما تدخل في البريسينج فهو مهتم نوعا ما بالخطة المجانية، قدم فيه شيء جيد. هنا كما تشاهدون ستجد أنك تستطيع استخدام 3 ساعات ترانسكريبشن وأيضا فول أوديو فيديو إيديتينج. تستطيع التعديل إنيميتد سكرين ريكوردينج. تستطيع تشغيل شاشة الحاسوب الخاص بك بطريقة احترافية ومجانا. ستوديو ساوند إفكت. بالنسبة للنوع النوع أو الفئة أو الخطة الثانية الكرياتور، هنا تجد 12 دقيقة للشهر. توجد أشياء أفضل من النسخة المجانية وأيضا most popular فهنا مدفوع يقدم لك إضافات كثيرة وكثيرة. نحن نهتم بالخطة المجانية لكي نبدأ
مشروعنا بصفر دولار، ثم عندما تتطور تحصل على أرباح من الاستراتيجية من الطريقتين للربح التي سأشرحها اليوم، تستطيع الاشتراك في النسخة الكوستوم. لماذا لا؟ فعندما تحقق أرباح تستطيع العمل على الكوستوم مباشرة، تتواصل مع الموقع وتقوم بالدفع وتبدأ العمل باحترافية. بعد ذلك سنقوم بالتسجيل فقط في الموقع بالضغط هنا على Get Start. كل الروابط ستجدها أسفل الفيديو. سأضغط على Get Start for free. ننتظر إلى أن يأخذنا الموقع إلى واجهة جديدة. هذا الموقع كما تشاهدون سيوجهك إلى واجهة التسجيل. ستضغط مباشرة من الأحسن على التسجيل بالإيميل، وستقوم بالتسجيل بإيميل كونت جيميل متوفر عندك. مثلا أنا سأقوم بالضغط على أحد الإيميلات، وهنا ستشاهد أنه تم التسجيل ببساطة. عند التسجيل لا تقلق أخي، سيتم تحميل مباشرة معك هذا البرنامج. يجب عليك تحميله لأن هذا الموقع يعمل بالبرنامج، وسأريك طريقة تثبيت. تابع معي جيدا لكي لا تخطئ. نحن اليوم إن شاء الله سنشرح طريقة العمل بالصوت، نأخذ الصوت من هذا الموقع، وفي الفيديو القادم سنقوم بشرح إن شاء الله كيف تحول صوتك في هذا الموقع إلى صوت احترافي ويقوم بالظهور في الترانسكريبشن أو في الصوت، يعني الأوديو الخاص بك. وهنا في فيديو آخر سنقوم بشرح إخواني كيف ستقوم بعمل فيديو وطريقة تسجيل جست الكمبيوتر سهلة وسهلة في هذا الموقع. بعد تحميل البرنامج ستضغط على شاو فولدر، ستجد واجهة البرنامج مثل هذه الأيقونة. تضغط على أوبن وستقوم بتثبيته بطريقة عادية، لن يحتاج وقت في التثبيت، فقط تثبيت روتيني. أضغط على رون، وهنا ستحمل البرنامج المقدم من هذا الموقع الذي أعتبره كنز من كنوز الإنترنت. لماذا؟ لأنه يقدم خدمة احترافية. مباشرة شاهد ماذا سيحدث، سيضغط لك على ويلكم، شرط أن تقوم بترك الموقع كما هو مفتوح لديك، وتضغط على sync into Descript، وتضغط على المتصفح. لماذا؟ لكي يقوم بفتح نافذة هنا في الأعلى سنشاهدها. تضغط على Open Descript، ستجد سنقوم بإعادته مرة أخرى، قمت بغلقه في على الخطأ. شاهد مباشرة بعد الضغط على Open في واجهة المتصفح الذي تعمل عليه، استضغط مثلا على Buy Self، وهنا تضغط على Skip Now Continue. الآن يوجد الخطة المدفوعة ونحن سنستخدم الخطة المجانية. كل العمل سيكون في بداية الأمر على هذه الواجهة. هنا تستطيع الضغط على Create by me, Shared with me, Download, Over deep، يعني تستطيع اختيار أي شيء. تضغط فقط في الهوم، تضغط على Start your project، وهنا قم بتسمية الاسم الخاص بك في البروجكت، وتضغط على Create، والآن ستبدأ العمل. هنا تحتاج فقط لنسخ السكريبت الخاص بك، كتابة أي شيء أو نسخ أي شيء. ولنفرض أنني سأتوجه إلى الموقع وأقوم بتحديد السكريبت. كيف ستحدد السكريبت؟ فهذا جزء مهم جدا لتحديد السكريبت. تستطيع التوجه إلى إضافات جوجل وهي جوجل دوكس، فتح مستند جديد أو دوكس جديد، تضغط على علامة الزائد لتأخذ أحد السكريبتات التي تريد. بما أنك تشتغل باللغة الإنجليزية فمن الأحسن وضع هذا الخيار. أيضا التعديل لكي تكون السكريبت خاص بك باحترافية. وفي الفيديو السابق أعتقد أنني شرحت كيف تنشئ مقالة باحترافية عن طريق الذكاء الاصطناعي، كانت مدفوعة وأصبحت مجانا. نستطيع أخذ السكريبت التي أخذناه في الفيديو، فقط ننصحك بمتابعة هذا الفيديو. سأقوم بأخذ السكريبت خاص بإنقاص الوزن لكي نستغل ربط الفيديوهات في بعضها. هنا أعتقد أن السكريبت هنا 10 أفضل أشياء لإنقاص الوزن. هنا هذا السكريبت تستطيع أخذه كما هو هكذا. شاهد هنا الرابط الذي وضعناه هنا في الكونكلوشن، سأقوم بنسخ كل شيء هكذا، النسخ، وأقوم بالتوجه إلى الموقع أو البرنامج. هنا البرنامج سنقوم بالضغط على باست، هنا عفوا تضغط هنا زر الفأرة الأيمن وتضغط على باست، ستجد سكريبت خاص بك هكذا باحترافية بالفواصل وكل شيء. تستطيع مثلا وضع التعديلات، مثلا عندما تجد نقطة تقوم بوضع
الجملة في بداية أو الفقرة في بداية النص لكي يقوم بقراءته بدقة عالية. هنا تستطيع وضع الفواصل، التعديل، وهذا جزء مهم لكي يظهر الصوت وكأنه احترافي. شاهد هنا أيضا نقاط، هنا تقوم بالتعديل، علامة تعجب. هنا العنوان كما تشاهدون تستطيع وضعه مثلا بالبولد هكذا، بولد هكذا لكي تؤكد. هنا أيضا سأقوم بوضع هذا العنوان بالبولد لكي تعمل باحترافية. هنا كل شيء جيد. سأقوم بوضع بداية الجمل في أول سطر وأعود إليكم. كما تشاهدون إخواني قمت بتعديل السكريبت بطريقة بسيطة، أيضا وضعت العناوين باللون الأخضر، تستطيع التعديل هنا وإمالة الخط. ولكن خطوة مهمة أنك تقوم بوضع نقاط لنهاية الجمل لكي تكون القراءة جيدة. بعدها عند الانتهاء من هنا تضغط على سبيكر، وهنا ستضغط على ديلكت سبيكر، توجد الكثير. هنا سيلكت ستوك فويس، هذا ما سنحتاجه. تستطيع تجربة الأصوات، مثلا هنا هذا الشخص. Life is like a camera, just focus on. هنا Life is like a camera, just focus on what's important. Life is like a camera. أنا مثلا سأختار هذا الصوت، تستطيع مشاهدة. Life is like a camera, just focus on what's important. سأختار مثلا هذه الآنسة، أضغط على speak. ولكن هنا اخترت فقط الكونكلوجن، لذا تستطيع تحديد كل النص هكذا. ستشاهد مباشرة أنه تم وضع هذا سبيكر. هنا بعدها سنقوم بالضغط على هذا الخيار لنشاهد كيف سيظهر تظهر القراءة. شاهد ماذا يحدث، انتظر دقيقة فقط، سيقوم ب قراءة سكريبت. هنا إخواني فالموقع يحتاج قليلا من الانترنت لكي يقوم بتحميل الفايل. شاهد هنا سنقوم بتجربة، قمت بوضع صوتين إيميلي وأيضا صوت آخر. وهنا تستطيع أيضا الضغط هنا وتغيير الدقة، سواء نورمال، الدقة الثانية، الثالثة، الرابعة. هنا إيثن، أيضا وضعت صوت لإيثن، وهنا أيضا خاص بإيميلي إثنان لأنه يحتاج بعض الأنترنت، وكما تشاهدون فهو يحمل مباشرة. جيد، نضغط على هذا الخيار لنشاهد الدقة التي سنتحصل عليها. 10 ways to lose weight without hate or starving yourself. تستطيع تغيير مثلا هنا إلى هذا الخيار. شاهد ماذا سيحدث، هنا اسحب فقط هذا السهم. 10 ways to lose weight without hate or starving yourself. Fat is the most satiating macronutrient. It helps you absorb vitamin. الخيار رقم واحد. Stabilizes your blood sugar and insulin levels. And it also keeps your joints lubricated. It's true that fats are calorie dense, but they are also very satiating and can help you feel fuller for longer. So you don't overeat. Make sure you get your daily dose of healthy fats, like avocados, nuts, and seeds. Eat more. باحترافية. ولماذا؟ لأنني وضعت العلامات وكل شيء كما تشاهدون. بعدها أريد استخراج الملف الصوتي. ما سأفعله، سأنتظر إلى أن يتم اكتمال التحميل. لماذا؟ لأنه كما تشاهدون توجد مقاطع لا توجد فيها صوت، سيقوم بتعديلها تلقائيا. وهنا تستطيع مشاهدة الأصوات التي لم يتم تعديلها لكي تتأكد. انتظر إلى أن يتم تحميل الملف وسنقوم باستخراجه بطريقة بسيطة. هنا لكي تتأكد أنه تم تحميل ستظهر تختفي هذه الرسالة. هنا كما تشاهدون سنشاهد أنه صوت الفراغ. جيد، أيضا لدي تحميلين لاستخراج مثلا صوت إيميلي رقم 2. أضغط على شير، وهنا أضغط على هذا الخيار إكسبورت، أضغط على أوديو، وهنا أستطيع الضغط على إكسبورت. كما أنك تستطيع استخراج ترانسكريبشن، يعني الترجمة مباشرة بالصيغة التي يدعمها اليوتيوب. أضغط على إكسبورت، وهنا أختار ملف مثلا this PC وأختار سيف. Shows another location. سنعيد مرة أخرى. Export. وأضغط على Save. جيد. سيتم تحميله في
ستنتظر لمدة دقائق فقط وسيتم تحميل المقطع الصوتي كما تشاهدون. فهو الآن يحمل، تضغط على Open سيوجهك مباشرة إلى الملف الذي قمت بتشيل فيه وهو هنا هكذا. هذا هو الملف، لنقوم بمشاهدته معنا نقرتين ونشاهد كيف. 10 ways to lose weight without hate or starving yourself. Fat is the most satiating macronutrient. It helps you absorb vitamins, stabilizes your blood sugar and insulin levels, and it also keeps your joints lubricated. It's true that fats are calorie dense, but and fiber vet very quickly. Using a healthy need to be on with wanting you look get the good type of carbs. Move more. جيد، انتهينا. هنا فقط ملاحظة بسيطة، بعد وضع السكريبت الخاص بك يجب عليك وضع خطوة مهمة وهي توجيه الأشخاص إلى رابط الإحالة الخاص بك. تستطيع التوجه إلى الملف المقالة الخاصة بك وإضافة مثلا شيء من Call to Action سنحتاجه مثلا لبيع إحدى منتجات الأفيليات أو ترويج لها. ببساطة شاهد ماذا سأفعل. قمت بإضافة هذا المقطع أو هذه الكتابة to more info read article description كما تشاهدون. سأضغط مرة أخرى على export وهنا شاهد الترجمة، توجد الترجمة subtitle تستطيع استخراجها أيضا، سأستخرجها هكذا. وهنا شاهد الترجمة بصيغة SRT، أضغط على export وهنا أضغط على مثلا شون. وهنا أيضا مرة أخرى سأستخرج الملف لأنني أضفت الكول تو أكشن، أضغط على شير إكسبورت أيضا أوديو وأضغط على إكسبورت. هنا سأقوم بإضافة مثلا اسم 2 الملف رقم 2 وأضغط على السيف. هنا سيتم تحميل وستظهر لي أوبن. هنا عند الضغط على أوبن سأجد ملف خاص بالترجمة أضعها في فيديوهات اليوتيوب. وهنا تم تحميل الفيديو الثاني الصوت الثاني لإنشاء فيديو. وأعتذر عن الإطالة، فهنا لكي تربح من الإنترنت يجب عليك متابعة كورسات. ليس فيديو 10 دقائق يربح 1000 دولار في 10 دقائق، فهذه إخواني كذب 100%. ماذا ستفعل؟ ستقوم بتطبيق طريقة لمدة شهر وستشاهد النتائج. ننتهي من هذا البرنامج، سنعود إلى المتصفح الخاص بنا. في في الحاسوب الخاص بك تستطيع تحميل برنامج Power Edit، فهو برنامج رائع لإنشاء مقاطع الفيديو. ما ستفعله؟ ستضغط على New Project وتفتح البرنامج. رابط تحميل البرنامج سأتركه أسفل الوصف. هنا البرنامج سأضغط على Skip. جيد، ما أفعله إخواني فقط أقوم بوضع صور وأضيف المقطع الصوتي. لأخذ الصور سنقوم بالتوجه إلى موقع بيكسل وتختار أحد الصور، مثلا تحميل هذه الصورة هكذا سيتم تحميلها. أيضا توجد فيديو، هذا فيديو كما تشاهدون، أيضا فيديو آخر ستقوم بتحميله. اختيار أحد الفيديوهات، تقوم بتحميل فيديوهات تعجبك، اختار 4 أو 5 فهي بدون حقوق إخواني ومجانية 100%. سأختار أحد الفيديوهات هنا، أيضا هذا الفيديو وهذا الفيديو، مثلا هذا الفيديو خاص بالرياضة، أيضا هذا الفيديو. اختر الفيديوهات أو الصور، فقط يكفيك بحث إكزرسيس في بيكسل وستشاهد أنه يوجد آلاف الفيديوهات وآلاف الصور تستطيع تحميلها من هذا الموقع بدون حقوق، فهي مجانية 100%. عندما تنتهي من تحميل هذه الفيديوهات سنقوم بإكمال الشرح إن شاء الله. بعد قراءة تحميل الفيديوهات هنا كما تشاهدون، ستقوم بالتوجه إلى جوجل ترادكشن وتقوم بكتابة اقرأ في المقالة في الوصف عن أسرار إنقاص الوزن وتقوم بتركها لأننا سنضعها في نهاية الفيديو أو في بداية الفيديو. ما سنفعله سنضغط على Import File ونتوجه إلى تحميلات التي حملناها Download، وهنا سنختار كل الفيديوهات التي حملناها. نستطيع إنشاء فيديو بدون حقوق Open. ننتظر قليلا فقط.
عندما يكتمل التحميل تضغط على أوكي وتضيف الفيديوهات من هذه العلامة. هكذا ينضاف الفيديو الأول هنا في بداية الأمر فقط، سيعمل البرنامج هكذا. الفيديو الثاني والفيديو الثالث والفيديو الرابع، الفيديو الخامس، الفيديو السادس، والفيديو السابع. جيد، تقريبا دقيقة وعشرون ثانية. ما سنفعله الآن، سنقوم بمشاهدة إن كان فيه صوت. كما تشاهدون فيديوهات بطريقة بسيطة، ننتظر فقط. إذا وجدنا صوت سأريكم كيف تقومون بحذفه. إذا وجدت صوت فقط اضغط على الفيديو هكذا، وستجد أوديو تيتاش تقوم بنزع الصوت. هنا لا يوجد صوت في هذه الفيديوهات، هنا يوجد صوت. اضغط على أوديو أو الضغط على ميت حذف الصوت. هنا أيضا لا يوجد صوت، وهنا لا يوجد صوت. جيد، الفيديوهات الخاصة بنا لا يوجد صوت. نقوم باستخراج أو استيراد الصوت الذي قمنا بإنشائه باستخدام البرنامج. هذا هو الصوت، أضغط على Open. هذا هو الصوت، نقوم بسحب هذه في البداية ونضغط على إضافة. سيتم إضافة الصوت كما تشاهدون. هنا تستطيع إنقاص البروجكت الخاص بك. هنا تستطيع أخذ نسخة كوبي وإضافتها. باست كوبي وأخذ هذا السهم هنا، الضغط على باست. باست يبقى هنا، سنضغط مرة أخرى هنا. باست هنا تستطيع مرة أخرى شاهد تقوم بنسخ كل شيء أو الضغط على العودة إن أخطأت على في أي شيء. سنقوم بالعودة مرة أخرى. أضفنا الصوت. هنا تستطيع مثلا الضغط هنا هكذا، وإضافة مرة أخرى الفيديوهات هكذا إلى أن تصل إلى انتهاء. جيد، مرة أخرى، مرة أخرى. سأضيف مرة أخرى الفيديو أيضا، ننتظر. فأنا أسجل إخواني وأعمل، فالحاسوب قد تجد ثقل في الحاسوب، لذا سنقوم بالعمل ونعود إليك. كما تشاهدون قمنا بوضع كل شيء، الفيديوهات. تستطيع مشاهدة الفيديو كيف سيتم قراءته. تابع معي. 10 ways to lose weight without hate or starving yourself. Fat is the most satiating macronutrient. It helps you absorb vitamins, stabilizes your blood sugar and insulin levels. هنا انتقال، تستطيع إضافة نوع من الاحترافية. مثلا هنا تريد إضافة انتقال، تضغط فقط على ترانسيشن كما تشاهدون. وسنختار مثلا أحد الانتقالات هنا، مثلا هذا الانتقال تقوم بتحميله فقط، الضغط على العلامة ثم ستضيفه هكذا. وشاهد كيف ماذا سيحدث هنا هكذا. تابع معي كيف سيتم الانتقال. هنا شاهد معي ماذا سيحدث، شاهد كيف سيتم الانتقال. أيضا تستطيع مثلا إضافة انتقال من هنا، مثلا هذا الانتقال تقوم بتحميله. جيد، وتقوم بإضافته هكذا، سيتم إضافته. Insulin levels, and it also keeps your joints lubricated. It's true that fats are calorie dense, but سنقوم بإضافة صفحة، هذا الصفحة في نهاية الفيديو أو تكست في نهاية الفيديو. سنقوم بحذف هذا الفيديو ونقوم بإضافة تكست هنا أو العودة وإضافتها فوق الفيديو. فقط تضغط على هذا الخيار تكست وتختار التكست الذي تريد، مثلا هذا التكست أو هذا التكست كما تريد. ننتظر فقط. شاهد تم إضافة نوعين من التكست، مثلا سأختار هذا التكست. هنا سنعدل على التكست بالضغط على هذا الخيار ضغطتين، ونقوم بتغيير أو كتابة التكست الذي تريد. مثلا أنا سأنسخ هذه الجملة كوبي
أعود إلى البرنامج، أضغط هنا Ctrl V. جيد، هنا تستطيع تغيير لون النص. أيضا تستطيع السحب، تكبير التكست. هنا ساتشيت كيف سنغير. Restricted diet. I hate yourself every time you look in the mirror. You can enjoy the process of losing weight by أنا سأختار هذا الخيار هنا فقط. يجب إعادة تشغيل لأنني أسجل إخواني كما تشاهدون، التسجيل ثقيل على الحاسوب أيضا، فهذه التكست ستظهر باحترافية. أيضا تستطيع الضغط على أوكي، أنا اخترت لها هذا الخيار. هذا الخيار سنقوم بالتعديل فقط. جيد هكذا، وأيضا أستطيع الضغط على أوكي، وهنا إضافة مثلا آخر. قم بوضعه هنا، تستطيع إضافة أي شيء بعدها، ستضغط على إكسبورت. أنا لا أستطيع شرح هذا البرنامج في فيديو واحد. هنا تستطيع الضغط على هاي كاليتي لأنني سأترك لك برنامج VIP. أضغط على هذا الخيار ثم سأقوم بوضع الفيديو في ديسكتوب. أضغط على أوكي، ننتظر إلى أن يتم تحميل الفيديو. بعد الضغط على إكسبورت ستنتظر لمدة دقيقتين أو 3 دقائق. أعلم أنها طريقة متعبة لكن ستحقق لك أرباح. تعمل في على فيديو في يوم، وبعد 30 يوم سيكون لديك 30 فيديو، وستشاهد النتائج إن شاء الله. بعد تحميل الفيديو، وأعتذر إخواني عن بعض الأخطاء التي حدثت في الفيديو لأنني أسجل مباشرة بدون توقف كما تشاهدون الساعة هنا، لا أتوقف نهائيا التسجيل. لذا ادعمونا بالضغط على زر لايك. تستطيع الضغط على بلاي أو أوبن فايل لوكيشن لتشاهد الفيديو الخاص بك. هذا هو الفيديو الخاص بنا، سنقوم بفتحه لنشاهد كيف سيظهر. 10 ways to lose weight without hate or starving yourself. Fat is the most satiating macronutrient. It helps you absorb vitamins, stabilizes your blood sugar and insulin levels, and it also keeps your joints lubricated. It's true that fats are calorie dense, but they are also very satiating and can help you feel fuller for longer. لنشاهد في آخر فيديو وضعنا التكس. شاهد كيف استظهر. فقط لأن البرنامج وقع فيه خلل يجب إعادة تشغيله. وتستطيع مثلا إذا وقع معك هذا الخطأ اضغط على هذا الخيار، واضغط على Save Change لكي تحفظ العمل الخاص بك. مثلا ستحفظه في الديسكتوب، واضغط على Save. ستقوم بفتحه فيما بعد، سيظهر في آخر تعديل قمت به. More confident in our bodies, but you don't need to follow a restricted diet or hate yourself every time you look in the mirror. You can enjoy the process of losing weight by following these simple 10 principles. شاهد هذه لم يقم بتعديلها، تستطيع فتح مرة أخرى تعديل الفيديو ببساطة فقط. هنا أين هي فيديو إيديتينج، هذه تضغط عليها سيتم فتح البرنامج في آخر تعديل قمت به. فالموقع يوفر سيفينج يعني حفظ الفيديوهات. هنا فتح لنا آخر تعديل قمنا به. هنا سنقوم بالتوجه إلى التاكس ونقوم بالتعديل على التاكس. تضغط مرتين وتقوم بالتعديل للتاكس. شاهد كيف استظهر. هنا تستطيع تكبير الإطار هكذا أو نزع الإطار كما تريد. هنا في ديسكريبشن سنقوم ب تغيير اللون أو التكبير كما تريد هكذا. تقوم بالتوجه إلى هذه النقطة هكذا وتسحب الإطار. أيضا من هنا إلى أن تظهر لك سهمين. أيضا مثلا هنا هكذا التكست، تضغط على أوكي التكست. مثلا تضغط مرتين على التكست وتقوم ب حذف السيب تايتل. هذه سنحذفها، لا نحتاجها. عفوا سنقوم بالعودة. قمت بحذف كل شيء. هنا التكست سأقوم بحذفها.
أفهم من هنا. أيضا هنا أستطيع read the article. وهنا ستسحب كل شيء هكذا. أيضا تستطيع إكبار تكبير الخط. تستطيع الضغط على شيفت. جيدة. ما سنفعله الآن ستضغط على إكسبورت وتعيد تعديل كما أردت. نحن لكي لا نقوم بتعديل مرة أخرى سنضغط على قمنا بالتعديل على الفيديو ببساطة. الآن ستقوم بتحميله في قناة اليوتيوب وستضع رابط أفيليت مثلا أحد الروابط المواقع التي سأربح منها وهي نيترو بروفيت ومورنيتش وأيضا كليك بانك. فقط يكفيك اختيار أحد العروض سواء في شركة نيترو بروفيت تقوم بتشيل أو شركة مورنيتش فهي شركة قوية أيضا. فقط تضغط على تشيل من خيار أفيليت ماركتينج ثم تضغط على لوجين. وهنا أيضا نفس الطريقة تضغط على كونكشن ستقوم بالدخول إلى الموقع. تضغط على أوفر وتختار العروض التي تريد حسب الكاتيجوري. مثلا أنت تقوم بشرح إنقاص الوزن تستطيع اختيار لوز ويت أو بروتينات الخاصة بالبودي بيلدينج. تضغط على أبلي تشاهد أنه سيقدم لك أفضل العروض خاصة بالفيتامينات أو المنتجات التي تروج لها. هنا ستدخل إلى حساب كليك بانك أو أي حساب تعمل عليه أفيليت. بعدها ستختار العرض تقوم بنسخ العرض الخاص بك. ثم ماذا ستفعل؟ ستقوم بوضع الرابط أسفل الفيديو وهنا ستحقق مبيعات. شرحت الكثير من فيديوهات كيفية تحميل فيديو إلى اليوتيوب. هذا هو درس من اليوم أرجو أن تستفيدوا منه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.